لسه الكلام كتير على كواليس الاباندا، وهنتكلم على خالتي نعيمه تاني ومحمد سانكا فولا وايه اللي كان بيحصل في الايام اللطيفه دي. في حاجه بقى مهمه وشخصيه مهمه انت لازم تحكي لنا عنها. ايه يا حبيبي؟ التليفون بتاع سعاد حسني. ايوه بقى خالتي نعيمه، ايه بقى اللي حصل مع سعاد؟ اللي حصل ان انا كنت في اجازه في لندن وهموت اشوف سعاد حسني وعارف ان هي قريبه يعني. المهم حد صديق جاب لي تليفونها فاتصلت بيها، وطبعا مش قادر اقول لكم اللحظه بالنسبه لي كانت عامله ايه. فاكتشفت واحنا بنتكلم ومش عارف ايه، قالت لي على فكره يا محمد انا عامله لك مفاجاه بس لما اجي ومش، قلت لها خير؟ قالت لي عامله لك مونتاج لخالتي نعيمه. قلت لها خالتي نعيمه؟ قالت لي ده انا بعشقها. الله كلنا صح. انت رجعت حكيت لنا على المكالمه ديت وقلنا انها جايه بالظبط، بس ما حصلش، ما جاتش، ما حصلش نصيب. لان الوليه فظيعه، وبعدين كانت بتلبسني يعني ما اعرفش اخرج منها. فاكر؟ لا هي الوليه دي اصلا انت كده. بص يا سيدي، انا وانا صغير كانت في حياتك صح؟ وانا صغير كنت مرتبط بالله يرحمها ام امي، كويس، ستي. ولازق فيها على طول، حلو الكلام؟ فهي كانت اي حد يموت هوب اضرب الملايه السوداء والطرح واروح معاها العزاء. كويس؟ فكنت عيل صغير كده والناس دي قاعده قدامي. خدت بقى مش خالتي نعيمه بقى 40 خالتي نعيمه. فاهمني؟ لكن ما وقفتش عندهم وحفظت، لا انا خدت روحهم بس. أيوة. وبعدين موجوده في كل البيوت المصريه. صحيح. انت عايز تعرف خالتي نعيمه؟ اول ما تقعد مع ست كبيره في السن وتلاقيها تعمل كده. بس الوحشه. سرحانه ومش تعرفش يا سرحانه ليه؟ لا الوش اللي بتعمله. بتعمل لك كده. ايوه. وشكه فيك على طول، اهلا حبيبي. وكذابه طبعا، ثانيه تقول الواد ده روحي 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 وثانيه تقلب عليه. وقلبت على جوزها عماد اللي كان بتخيط له. فارق عماد. ده مات وراح في 60 دقيقة وبتاع. ولما كانت بتصيف في سيدي بشر وزرار البيجامة والبتاع. لا انت لازم تستغل الشخصية ديت. ادعي لي، انا شخصيا نفسي اعمل لها مسرح، مسرحية لوحديها بالظبط. بس ما اروحش يعني، قلت لهم مش هروح اعمل شخصية واتنكر في خالتي، لا من اولها لخير. من الاول الناس راحت تشوف خالتي نعيم. صح. ان شاء الله. صح. ممكن تبقى معايا فيها ان شاء الله. بس وانا معاك. ما كل عيالها ان شاء الله، عيالها واحفادها. عيالها يبقوا فقراء. خالتي نعيمه انا معاك فيها بس. وهي ال 25 سنه اللي فاتوا هنعرف هي كانت فين. على فكره انا بحرق مسرحيه هعملها قريب. لا خلاص خلاص ان شاء الله ان شاء الله. يعني في كده وبعد يعني اما اجي اعملها هتبقى وهي واحفادها. وهي غابت السنين اللي فاتت، كانت محبوسه في شيك غساله. كانت والله. ما هي راحت فين يعني؟ انت اما تيجي اما تيجي تقابلها دلوقتي، انت كنت فين الفتره دي؟ فاتحبست واتشلت في السجن، اتشلت وامراض وليله. بس دي اكيد مش مظلومه زي الغارمات دي، اكيد يعني افاقه. لا يعني. اكيد عامله كارثه. عامله كارثه بلاوي يعني. ان شاء الله نكتبها وتعجبكم باذن الله باذن الله. فاكر محمد سانكافولا؟ يا لهوي. يا سلام. يا لهوي. الله. طب محمد سانكافولا المشهد كان ايوه طول الوقت اهو مع العريس والعروسه. اهو ده واحد داخل يغني يعني، اصلا داخل يغني. بس انت جايب ده برضه من الحقيقه؟ في شخصيه كان ليا صديق اسمه ممدوح مداح رحمه الله عليه. كان عندهم راجل في الدرب الاحمر بيتكلم بالطريقه بتاع سانكافولا اللي هو كلها اسئله محمد سانكافولا وكده. بس هو مرهق لو اتعمل كتير. فاخدته وخليته كشري. وكان انت فاكر بقى لا هم الاول انا بتعامل مع شريف منير العريس والعروسه، ما كانش في تعامل بين سانكافولا وهاني. ايوه صح. هاني واقف بعيد طول الوقت باصص له كده. وفي مره احنا المشهد شغال سلم اللي بيبص على الكواليس، فجاه لقيت كده رحت فاتح الاوضه وقفل ومستني ايه اللي يحصل. والله بيبي انا جابوني من بره، انا اولا ما اعرفش ايه اللي حصل يعني، انا ما شفتش البروجيكتور ولا شفت الانفجار ولا شفت حاجه. هو حصلت حاجه
خلتني في لحظة فو طبعا طلعت بره المسرح. أنا بره المسرح عند العربيات بره عند الباركينج. لا ربنا ساتر. وبعدين قلت لهم هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي وإيه اللي جابني هنا؟ أيوة. وإيه اللي يعني في لحظة يعني أنت اللي خبطته وأنت معدي عشان هو ده بقى ما تعرفيش هو ده بقى خبطت أكيد ناس كتير. بمناسبة ال مرة منى الستارة ولعت. أيوة مرة الستارة ولعت ومرة اتزحلقت طالع بجري بقى من الحاجات ديت. طلعت بجري على الستيج فجأة لقيت نفسي بتزحلق معرفش ازاي ده حصل. فجأة برضو لقيت نفسي في وسط الجمهور طيران يا معلم. طلعت انا قلت ايه اللي بيحصل في الرواية دي انا مش عارف. بمناسبة الطول وهاني انت وانت بتقدم بتقول اقدم لكم اطول واحد في ألاباندا انت ناسي بكر. ايوه بقى بتاع من سنغافوره باين ولا من السنغال. السنغال ايوه ده عملنا بيه مشهد حلو قوي. انت جبته ازاي ده؟ انت ده كان بيدرس يعني ده بقى ممثل كبير هناك. الولد كان تلميذ كان بجد بقى ممثل طويل بجد؟ هناك ما شاء الله ربنا. الراجل ده كنا كانت الروايه فتحت اساسا ما كانش في النص خالص برضه ولا في اي حاجه. انت شفته وانا كنت بروح بدري المسرح اتغدى مع الاستاذ عصام وما ورايش حاجه وقاعدين بره المسرح لقينا بكر ده معدي. هو كان بيدرس في البحوث الاسلاميه ايوه في الازهر والكتب وماشي فلفت نظري قوي طول كويس. كان يوميها استاذ عصام عازمني في البيت على اكل سمك فقلت له ايه الواد ده هو على طول بيعزمنا على اكل سمك بقى له فتره يعني هنكلمه دلوقتي ولا عبرنا لا 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 ده يا جماعه عصام امام ده جميل. يعني اكرم منتج شفناه في حياتنا جميل والتواضع والله قال لي عايزه قلت له طبعا قال كابتن يا كابتن. فجي بكرة السلام عليكم المهم خدناه في العربيه لا نفسه في المقطم وعزوم السمك الواد مخضوض هو في ايه مش فاهم الناس دي. قلت له انت هتيجي معانا المسرح. جه معانا المسرح وكان وش خير عملنا معاه مشهد تحفه واللي عرفته بعد كده ان هو اشتغل ممثل هنا صح اشتغل ممثل هنا وبعدين راح السنغال بقى ممثل طويل هناك ما شاء الله برضه. قلت انت ماشي بتخبط في الطيارات وانت ماشي. عارف يا ديدي المسرحيه ديت حصل لي فيها ظرف هقول لك هفكرك انا حكيت لك على القصه بس اكيد نسيها. قابلت واحد لقيته يعني ايه قاعد عامل لي كده وانا ده جاي بقى المسرح وبتاع وجو كده قال لي استاذ هاني امنيه حياتي اتفرج عليك. امنيه حياتي بس انا اسف جدا انا ما معيش غير 8 جنيه. فمش عارف اعمل ايه فصعب عليا جدا. فقلت له خلاص انا عازمك النهارده يعني ولا يهمك وبتاع. طبعا. قال لي بجد؟ قلت له والله خلاص انت ضيفي النهارده ومفيش اي مشكله خالص. تمام تمام. فقال لي طب ممكن بعد اذنك ما يبقاش النهارده خليها بكره. قلت له خلاص ماشي مفيش اي مشكله تعالى بكره خلاص انا انت ضيفي بكره ومفيش اي مشكله. فقال لي معلش عشان انا النهارده عندي ظروف وكده. قلت له خلاص ماشي. المهم ماشي سعيد جدا وانا حاسس ان انا عملت خير في الراجل وان شاء الله تمام وبتاع وجو كده. المهم انا لقيتهم بيكلموني بقى يعني انا موجود في الكواليس لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي ده في واحد انت عازمه النهارده. قال لي قلت له ده جاي. قالوا لي ده جاي ومعاه 28 واحد. لا عشان كده قال لك عشان كده قال لك بكره. انا اول مره اسمعها. لا حكيت لك عليها قلت لك تعالى حلقها لي. قلت له ازاي؟ قال لي 28 واحد. قلت لهم لا ابعتوها تو. يا عم انت مش قلت لي ما معكش غير 8 جنيه وعايز تشوف المسرحيه وانا عازمك؟ ما احنا بندفع فلوس برضو يعني مش المساله مش في ضرايب. وبعدين انا جيت منين بتاع؟ قال لي لا ما تكسفنيش كبرني يا استاذ في وسط عيلتي. كبرني يا استاذ في وسط اهلي ومش عارف ايه. قلت له ايوه الموقف اجيب لك منين 28 واحد دلوقتي يحضروا مسرحيه يعني اجيب لك منين اماكن؟ كبرك لا يا استاذ وبتاع زي كده. قلت له طب ممكن انت تحضر النهارده وال 27 والله اتدبست في ال 28. الله يجازيك خير يعني. والله اتدبست فيه والله قلبك طيب يعني. انت حصل ايه معاك لما رحت الصين صحيح؟ الصين؟ يا لهوي لا ده انت اكيد الصين حلوه انت اكيد انت عملت في الصين بتاع بس انا لما رحت الصين ده انا ما كنتش مصدق نفسي عملاق والله العظيم يعني انا كانت انا رايح بقى بلد قلت هاخد حريتي بقى ولا حد هيجي يعبرني ولا اي حاجه والف براحتي والدنيا تمام. اول ما نزلت المطار كويس انا مراتي كانت معايا
ورايحين بقى ايه أجازة. نتسوق لا انا رايح اشتري شويه حاجات من هناك من الصين وبتاع. وبعدين مراتي كانت معايا. اول ما نزلت في المطار لقيت حد جاي بيقول لي اكسكيوز مي كان اي تيك بيكتشر ويز يو. الله. فقلت الله ايه ده انا مشهور في الصين وبتاع. بصيت لمراتي كده قلت لها ايه ده ايه البلد العظيمه مش مقدراني وحاجه زي كده. المهم انا اتصورت مع الراجل وبتاع وخلاص. بعديها بشويه بصيت لقيت واحد تاني بيقول لي بليز ممكن صوره مع حضرتك بص لي كده وبتاع. قلت له خلاص ماشي وبتاع ممكن. المهم قابلت ايه الراجل المترجم بقى اللي هيبقى معانا واخدين معانا مترجم وكده وبتاع. المهم فانا ايه شويه ولقيت واحده ست جايه تتصور معايا وبتاع. قلت له انا ما اعرفش ان انا مشهور في الصين. قال لي وبتاع محرج مني مش عايز يتكلم. طلع ايه كويس طلع ان انا بالنسبه لهم عملاق عايزين يتصوروا معايا. والله العظيم ولا قلت له وانا فاكر نفسي مشهور ده على اساس ان كاين غريب يعني انت فاهم. امال لو شافوا بكر بقى كان عامل ايه؟ لا انا بلبس مقاس الجزم عندي 45. طب كويس انا عجبتني جزمه في محل في الصين فبقول للراجل لو سمحت عايز منها مقاس 45. وده سمع كلمة 45 وجات له كريزي الضحك طبعا ويبص للجزمة بتاعتي وميت ايه في ايه الراجل ده ماله؟ طبعا كويس. سامح سليم كانوا بيعملوا معاه كده واحنا بنصور فول الصين العظيم. سامح طبعا اطول من هاني كانوا بيصوروا معاه عشان طويل طبعا لا بتاع الجزم ده مش هنساه طبعا مش هنساه لانه قال لي هو مش هينساك لانه اكبر مقاس عندي 32 طبعا كبير. يا جماعه انا عايز اقول لكم على السريع كده اوعوا تفتكروا انا وهاني معرفه الفن. لا انا وهاني من جامعه القاهره. هو كان تجاره وانا حقوق وهو اتخرج وانا اترفدت بس اتقابلنا يعني فاكر الايام دي. ومنى بقى سندوتشات عم رأفت في الاكاديميه. احنا طبعا زمايل في اكاديميه واحده اكاديميه الفنون. انا في موسيقى عربيه ايوه وهم في معهد السينما بقى هنيدي وليلى علوي وشريف منير وشريف عرفه المخرج العظيم طبعاً. لا شريف منير كان معانا احنا في معهد فنون مسرحيه. شريف منير مسرح بس كان بيجي على طول. عمر كان عندهم بوفيه جميل قوي. عم رأفت ده بيعمل سندوتشات حلاوه كله بيجي عندنا يعني دلوقتي الساعه كام لو نشوف حد يعمل لنا حلاوه بالقشطه كده احنا نجيب حاله فظيعه صح. وفاكره علمتيني العود. العود ده بقى في الكواليس علمتني العود. كل ما يبقى هنيدي فاضي في البروفا او حتى ايام العرض يعني لو عندك حته ما بتشتغلش فيها يجي يقول لي هاتي بقى العود بقى بتاعك وعلميني. وانت كنت بتلعب برضه الله تمسكه وتغني وام كلثوم وبتاع. انا طول عمري جبت ست مرات جبت عود وكلهم اتكسروا ولحد دلوقتي ما اعرفش العب والله. الاول كان نفسي العب ناي والله واشتريت كذا ناي وفشلت فقلت العود. عارفه كان مين بيعلمني؟ مدسر. مدسر كان بيلعب معايا استاذ عود طبعا وصاحبي وبتاع بس ما حصلش نصيب. استاذ ما تيلا يا اصحاب يلا بينا يلا يا اصحاب بقى. الله الله باشا 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 هنبدعها بكاركتراتها نصدعها حلا خلقها سيد لع يا ابو لع همام مبروك امير البحار والامر هناك في الصين متروك للعندليب اللي غنى من كمان نن 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 نن. انا كنت بحب صندل لهني ميك يا صين مبروك علينا الاعدام لا مبروك ابو العالمين عفرو تسوسة وخالتي نوسة دماغ حويطة يا لهوي تيتا وحط عندك كتير يا سيدي اديكوا بوسة امضاء هي